لا انتخابات، لا بنى تحتية، لا ممر شتوي، لا كافيتيريا، لا انترنت، لا مناهج تعليمية تواكب التطور والحداثة. هذا باختصار واقع مبنى الجامعة اللبنانية في الحدث، والذي تحول إلى كابوس عند بعض طلابه نظرا إلى الإهمال الكبير الذي يعاني منه. واقع جسدته منظمة الشباب التقدمي من خلال وقفة احتجاجية تخللها معرض جسد معاناة ومشاكل الطلاب عبر توزيع زجاجات مياه الشرب ومظلات حملت شعارات تهكمية على ما يجري. على الصوت يصل هذه المرة ويعيد التأكيد على ضرورة أن تكون جامعة الوطن نموذجا يحتذى به والحاضن الأم لكل أطياف المجتمع اللبناني. كل شخص قادر يكون بمركز سلطة وهو عنده القدرة انه يكون قادر يعطي للجامعة اللبنانية من رئاسة الجامعة، من مجلس الوزراء وغيرها من الأجهزة، نحن عم نرفع لهم هذا الصوت لانه نحن كطلاب حقنا بجامعة الوطن انه يكون عنا هذه أدنى الحقوق. يعني بالنهاية في كتير مشاكل لقدام بيقدر الواحد يدونها ويرجع يحكي عنها، ومفروض مش بس نكون مجموعة صغيرة، مفروض نكون على طول أكتر وأكتر وأكتر ونعلي الصوت أعلى ليوصل. غابت المنظمات والأحزاب السياسية عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية رغم دعوة التقدم الذي اعتبر أن الدولة وإدارة الجامعة تتحملان مسؤولية الإهمال الحاصل. نحن بنعتبر هيدي الجامعة هي جامعتنا، وهيدي الجامعة مش بس جامعة لنا، جامعة لكل الوطن، ويفترض تضلها مثل ما أرادوها اللي أسسوها من المعلم كمال جملاط لكتار من الناس اللي ساهموا بتأسيس هيدي الجامعة، تضل هيدي الجامعة هي يعني منبر وهي المكان يلي بتخرج فيها المثقفين والكوادر. والقرار يلي عم يطلع بالجامعة مش فقط بيتحمل مسؤوليته رئيس الجامعة، بيتحمل جزء كبير منه رئيس الجامعة، بالجزء الآخر بيتحمل الأحزاب السياسية الموجودين معه بمجلس الجامعة، يلي برجع بأكد أنه عم يتعاطوا مع هيدي الجامعة من منطلق مصلحة ومن منطلق منفعة فقط لغير، ما عم يتعاطوا معه من منطلق أكاديمي كيف بدنا نطورها، كيف شو الأشياء اللي بتساهم بمساعدة الجامعة. معلش هيدي الصورة الورائية الموجودة لوحدة معبر، 20 سنة صار له مناهج الجامعة مثل ما هن، صار لنا 10 سنين محرومين بالجامعة اللبنانية من انتخابات طلابية، صوت الطلاب غائب كليا، الصوف عم تكون مكتظة بالطلاب، وزيادة عن هيدا وكله لوجستيا المي عم تظهر من فتحات الكهرباء، مما بيأثر على يعني بشكل خطر على حياة الطلاب الموجودين بنص الجامعة. تؤكد منظمة الشباب التقدمي أنها ماضية في إعلاء الصوت، فتعداد مشاكل الجامعة اللبنانية يحتاج إلى تفرغ كامل وبحث مستمر في الملفات وصرخات واحتجاجات متواصلة، فيما يبدو أن معظم الطلاب اعتادوا منذ سنوات أن تكون جامعة الوطن مسرحا للصراعات والحرمان من الخدمات والديمقراطية التي تجسدها الانتخابات.